السلام عليكم، كيف الحال الشباب؟ طبعا يوم مقتنا راح يكون شارع تحديات الصيف الكوني الجزء الرابع والاخير. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك في القناة، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا كود الايتم شوب YZYDD. ليش الكود جديد؟ هسه احكي لكم القصة. بالنسبة لتحديات الصيف الجزء الرابع نزلت، المفروض تنزل بكرة الجمعة، لكن فورتنايت نزلوهم اليوم الخميس، فالتحديات راح تكون 4 ماب خاص. بالنسبة للكود شباب، شركة ايبك جيم عطلوا كود YZYZET القديم، عطلوه بدون سبب. سألتهم ما أعطوني سبب، قالوا لي بس أنت انتهكت سياسة الشروط اللي عندهم. سألتهم طب أعطوني السبب الرئيسي، ما أعطوني. فأتوقع يمكن مشان مقطع روبي اللي عملت لكم يا مرة، مقطع روبي تذكرينه استخدمنا موقع جي فورس وطرق هاي وفدت كل الناس، حتى أغلب الناس اللي عندهم سوني وإكس بوكس جابوا السكن. وأتوقع بسبب هذا المقطع لغوا لي الكود، لأنه أنا حاسس إحساس كبير إنه بسبب هذا المقطع، مع إنه الكود أنا رابطه بالقناة الثانية والقناة الثانية نظامية. فبعين الله لغوا لي الكود وعملت كود ثاني على طول. الكود الجديد يا شباب راح يكون، المهم شباب، الجديد YZYDD. هذا الكود الجديد صار خماسي، القبل سداسي. الكود الجديد YZYDD. فاتمنى من كل واحد فيكم شباب حاب لو يدعمني بشيء بسيط او حاب يقدم اللي صار معي بس انه يستخدم الكود ويحفظه في الايتم شوب اللي هو YZYDD. ان شاء الله بنرجع عدد المستخدمين زي ما كان. فبس والله عارف انكم راح تقصروا، وخلونا نبلش في شرح التحديات. طبعا تحديات الصيف شباب هذه هي الاربعه، انشئ مباني في ماب اسمه دبت. هذا الماب شباب اسمه دبت، لسه ما نزل عند ال، مش حاطينه عند الاطوار، بس معي كوده. هم بعد فتره ممكن تشوف المقطع متاخر انت يكون الماب موجود هون. اذا لقيت الماب موجود دبت فوت عليه على طول، او اذا ما لقيته بتفوت على الكود، بتفوت عليه بداعي قبول. الكود بكتب لكم اياه بالتعليق المثبت. فوت عند اكتشف دخول رمز الجزيره، بتحط الكود التالي، هذا هو قدامكم. هسه بدخلون على الجيم. طيب الاربع تحديات لهم جوائز حقيبه وايموشن واكس، واخر شيء اتوقع الجلايدر بستايل ثالث. بالاضافه لما تسوي الاربعه انت بتكون عامل 14 تحدي، واصلا مطلوب منك 12 تحدي حتى تفتح عندك الرقصه التاليه. اربع تحديات، التحدي الاول بقول لك انشئ مباني في الحفره 500، بدك تقعد تبني في الحفره 500. كيف نبني مفهمنا؟ خلينا ناخذ السلاح الاول. اوكي هسه نقدر نبني، بدك تبني 500، يعني ضلك بني لحالك بالزاويه. خلينا نضل نبني، ضلك بني عشوائي. هاي بنيت 90، شايفين؟ ما بدي اكمل التحدي، بكمله بعدين. هاي 90، هاي الفكره من البناء. ولما تخلص بعطوكم حقيبه الظاهر اللي قدامكم. طيب التحدي اللي بعده شباب راح يكون قم بتدمير الابنيه في الحفره، بدك تدمر ابنيه، الابنيه العكس يعني. انت كنت تبني بالتحدي الاول، حاليا بدك تدمر الابنيه اللي بنينها خصومك، فاي بناء قدامك كسره الا بنائك، اي بناء قدامك كسره الا بنائك بنحسب، لانه الكل ضد بعض، شايف انا؟ كل واحد لحال. فبدك تقعد تكسر ابنيه، بدك تقعد تكسر ابنيه، شايفين؟ قم بتدمير ابنيه حسب لي 25، وهكذا. فهمنا فكرة التحدي الثاني، ولما تخلص التحدي بيعطوك الايموشن اللي قدامكم. التحدي اللي بعده بيكون قم بتصفية اللاعبين بخمس انواع مختلفة من الاسلحة في مواجهة فردية من حفرة، يعني بدك تستخدم خمس انواع اسلحة، مرة رشاش ومرة شاتجن ومرة اس ام جي ومرة سنايبر ومرة مثلا قنبلة. خمس انواع مختلفة من الاسلحة، او ممكن مثلا شاتجن يختلفوا عن بعض او رشاشين مختلفات عن بعض، المهم بدك خمس اشياء. هاي واحد، الشاتجن خلصته اتوقع. هاي خلصت تحدي السكار مثلا، اللي بعديها بدك اس ام جي، اللي بعديه سنايبر، وهكذا. بدك خمس انواع من الاسلحه وخمس سكلات وتخلص التحدي الثالث، ولما تخلص بعطوك الاكس اللي قدامكم البيكاكس. التحدي اللي بعده بقول لك نفذ اصابات بالراس في الحفره في الطور، يعني بدك تذبح 50 واحد او مو 50، عفوا 50 دمج، 50 ضربه على الراس، مو شرط تذبحه بس 50 ضربه على الراس. زيك شوفها، شفتوا هاي حسب لي خمسه على الراس، شايفين؟ الواحد تقدر تسوي عليه اكثر من وحده حتى يموت. وبتكمل سهل، يعني التحديات اليوم سهله جدا بهذا الماب، سهله تخلصها بجيم جيمين بس. فهاي فكره من التحدي. ولما تخلص التحدي الرابع والاخير مطلوب منك 50 دمج على الراس، بيعطوك الجلايدر بستايل اضافي. وبس يا شباب، هاي الفكره من تحديات الصيف الكوني الجزء الرابع والاخير. ولما تخلص الاربعه بتكون عامل 14، بفتح عندك التحدي هذا الرقصه لانه مطلوب منك 12. كود الماب بيكون موجود في التعليق المثبت. فبس شباب، بالنهايه اتمنى من كل واحد فيكم استفاد المقطع انه ينشر بكل مكان. اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس. اهم شيء لا تنسى كود الايتم شوب YZYDD، الكود الجديد، القديم راح تعطل، فلا تنسى انك تغير الكود بتفوت على الايتم شوب او بتحط الكود الجديد YZYDD، تحطه سمول او كابيتال عادي، اسهل من الاول، خمس حروف صار. تحكوا لي ليش ما عملتوا اربع او ثلاث، ما قدرت. فبس يا شباب، بالنهايه لا تنسوا الكود، وربي يسعدكم على كل شيء، اهم شيء اللايك. مع السلامه.
We'll be right back.